الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد من الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو صدق الله العظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي
للذين كفروا بربهم الذي وعدوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له تسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين.
الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ووقاهم ربهم
عذاب الجحيم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الله أكبر. بسم الله من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. ألم يجدك يتيما فآوى.
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك ارجع أريت الذي ينهي عبدا إذا صلي أريت إن كان على الهدى أريت إن كان على الهدى
أريت إن كان على الهدى أريت إن كان على الهدى ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الفاتحة إذا كنت لسماع القرآن غاوي وأردت أن ينجيك الله من كيد الدنيا وشر البلاوي فاسمع مدرسة الهنداوي عشنا سويا مع الذي هو شفاء للصدور تلاه على مسامح حضراتكم سفير قراء جمهورية مصر العربية وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عطار الهنداوي
القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة على مستوى أنحاء الجمهورية التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد الجني المقيمين بمركز ومدينة الدرنجات باسم عائلات البربري. نشكر كل من تقدم إلى هذا العزاء وتحمل مشقة السفر والشكر عام للجميع، وإنا لله وإنا إليه راجعون.